ترى دماء في شعبك من طرف أجهزة احتلال، وأنت تمنع من نقلها أو تمنع الصحافة من نقلها وتمنع أنت من نقلها. Los periodistas, los observadores, los activistas que vienen de fuera son expulsados. Pues nosotros ¿qué hacemos? Ese bloqueo lo rompemos desde dentro. Somos los witness. تم الاتصال بي بطريقه يعني التليفون، ارقام تلفن عليا وتهددني بالاغتصاب وتهديد السلامه الجسديه. يعني تعرضت للكثير من التعذيب والضرب والسحل في الشوارع العامه. Yo voy a sufrir. Si hago este trabajo voy a sufrir más, sí. Va a tener que hacer más sacrificio. Pero si no lo hago, voy a vivir siempre bajo la ocupación. هذه هي رسالتنا على أننا ماضين ماشيين في طريقنا من أجل عنها الحقيقة تم تنبث للعالم ويعرف العالم حقيقة الاحتلال المغربي الصحراء الغربي.